في جلسته العامة وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون سوق رأس المال في مجموعه بهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال. القانون في حد ذاته بيهدف إلى تحسين مناخ الاستثماري في مصر، المزيد من الحوكمة، مراعاة ملاحظات البنك الدولي، مناخ الأعمال وهكذا. وكان في القلب من هذا التعديل هو طرح المزيد من الأدوات التمويلية غير التقليدية في سوق رأس المال. الهدف الأساسي لتطبيق هذا القانون زي ما قلنا هما هدفين. الهدف الأولاني وهو تمكين الشركات والجهات المخاطبة بهذا القانون بمسايرة التكنولوجيا الجديدة، بحيث يستطيع أي عضو في الجمعية العمومية أن يقوم بالتصويت ودخول الجمعية العمومية واستخدام كافة حقوقه عن بعد، وهذا الأمر ما كانش موجود في القانون القديم، وده هدف جديد استهدفه القانون. الهدف الآخر الذي استهدفه هذا القانون وهو إمكانية أن تقوم الهيئة، هيئة أسواق المال، بإصدار تدفقات نقدية بضمانة التدفقات أو إصدار محفظة التورق بإصدار بضمانة التدفقات النقدية المستقبلية التي ستحصل عليها. كما وافق المجلس على منحتين، الأولى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء. منحة دي مهمة جدا، هي مش بتحمل أي أعباء على الدولة المصرية، بالعكس دي ماشية مع خطتنا في التنمية المستدامة 2030، وفي نفس الوقت استفادت بقى مصر منها إن في يعني تعزيز لشبكات الكهرباء على جميع المحافظات. في دراسات من ضمن الاتفاقية برضو دراسات دمج للطاقة المولدة الجديدة والمتجددة ومصادرها، فزي في بقى أبحاث برضو مشتركة ما بين مصر والصندوق السويدي الدولي. أما المنحة الثانية التي وافق عليها المجلس فهي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. نحن ندعم أن يكون هناك اتفاقية بزيادة المنحة، لأن المشتريات من الجرارات وعربات السكة الحديد تحتاج دايما للتطوير ولتجديد القاطرات، علشان كده كان مهم جدا الموافقة على زيادة هذه المنحة. كما أحل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس خلال الجلسة العامة 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة و9 مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية.